من السلوكيات الخاطئة التنمر على الآخرين، تنمر الزميل على زميله في المدرسة أو في العمل أو في الجيرة مع الجيران. التنمر والسخرية نهى الله سبحانه وتعالى عنها، لا يسخر قوم من قوم، فالتنمر حرام شرعا، يجب عليك أن تتركه لوجه الله حتى تنال رضاه. الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يا رب أنت الله الذي لا إله إلا أنت، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا غفار يا وهاب يا كريم يا قهار، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، إنك على كل شيء قدير. يا رب استجب دعاءنا واجعلنا مع الصالحين.